طيب لو انا بقى دخلت في عملية الترانسليشن اللي هي الترجمة، ومش هنعيد انما هنذكر ان هي ترجمة ليه، لان انا هحول من لغة النيوكليوتايد اللي هي الكودونز الى لغة تاني هترجمها وهي لغة الامينو اسيد. انا عايز اخلق بروتين او اعمل بروتين سينسز او ترانسليشن، في ريكوايرمنت يا جماعة، في متطلبات عشان اعمل عملية تخليق عشان اخلق بروتين. اول حاجه فيهم انا محتاج امينو اسيد لان هو ده اللي هخلق منه البروتين، انا محتاج ام ار ان اي لان هو شايل الكودونز، انا محتاج تي ار ان اي او ترانسفير ار ان اي لان هو ده الامينو اسيد كارير، هو ده اللي هيجيب الامينو اسيدز من السيتوبلازم من الريبوسوم اللي هو المكان اللي هيتخلق فيه البروتين. انا محتاج انزيم اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز، الامينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز ده هو اللي بيحمل الامينو اسيد على التي ار ان اي عشان يجيبه ناحيه الريبوسوم، يجيبه ناحيه الريبوسوم. انا محتاج الريبوسومز نفسها لان هي دي الماشين او المكان اللي انا هخلق فيه البروتين. انا محتاج سيفرال بروتين فاكتورز، دول زي الخدامين عندي هيساعدوا عمليه تخليق البروتين. وتخليق البروتين يا جماعه هنلاقيه زي عمليه الترانسكريبشن، بيشمل ثلاث مراحل، انيشيشن، فهحتاج بروتين فاكتورز اسمها انيشيشن فاكتور، وعشان انا هشرح العمليه في الايوكاريوتس فبحط اي سمول هنا فاسمها ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتورز، والالونجيشن ايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور، والترمينيشن ايوكاريوتيك ترمينيشن فاكتور. يبقى البروتين فاكتورز دول هيساعدوني، مجموعه من الانزيمز والبروتينز اللي هي بتساعدني في عمليه تخليق البروتين سواء انيشيشن او الونجيشن او ترمينيشن. محتاج اي تي بي اند جي تي بي فور انرجي. والنقطه دي عشان ما ننساهاش بس احنا بننوه ليها، ان انا محتاج فور هاي انرجي بوندز عشان اخلق، عشان اضيف امينو اسيد على البولي بيبتايد تشين اللي انا بخلقها او اللي انا بصنعها. فور هاي انرجي بوندز ار كونسيومد فور ايتش امينو اسيد ادد، تو اي تي بي ار يوزد ان ذا امينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز رياكشن، 1 GTP is used during the entrance of the amino acyl tRNA to the A site and another is used during the translocation step. احنا نوضحهم بالتفصيل بس ما ننساش ان لكل امينو اسيد انا بضيفه على البولي بيبتايد تشين او البروتين اللي انا بخلقه انا بستهلك 4 هاي انرجي بوند، والعمليه دي او الكلام ده مهم جدا. طيب يلا نبدا عمليه تخليق البروتين يا دكتور خالد. هنبدا بالانيشيشن، واذكر تاني ما دام انا محتاج او ما دام انا هعمل انيشيشن يبقى انا محتاج بروتين فاكتورز اسمها انيشيشن فاكتورز، وعشان العمليه اللي احنا هنشرحها في الايوكاريوتس فهسميها ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور. بالمناسبه اللي انا هشرحه ده هو من الصور الابسط لشرح عمليه البروتين سينثيسز، وزي ما قلنا احنا هنغطي تقريبا ما بين 80 الى 95% من المطلوب، لان احيانا لو دخلت قوي في الموضوع ممكن نلخبط المعلومه ما تعرفش تجمعها. فخلينا نحاول بقدر الامكان نغطي اكبر قدر ممكن من المطلوب. انا هبدا بعمليه الانيشيشن، بس في حاجه قبل ما ابدا في الانيشيشن، انا لازم يكون الامينو اسيد بتاعي اكتيفيتد، الامينو اسيد اللي انا هستخدمه في تخليق البروتين لازم يبقى اكتيفيتد. وكلمة activation of amino acid معناها ان انا احمل الامينو اسيد على التي ار ان اي. يبقى تاني activated amino acid هنا معناها ان انا احمل الامينو اسيد على التي ار ان اي، فهيبقى الامينو اسيد اسمه activated amino acid. طب والتي ار ان اي اسمه charged تي ار ان اي، مشحون. مش مشحون يعني احمل شحنة موجب وسالب، لا، مشحون زي ايه يعني، زي عربية انت حطيت عليها الشحنة، حطيت عليها الشحنة بتاعتها مش موجب وسالب، حطيت عليها طماطم خيار مش عارف ايه اللي محطوط عليها اسمه الشحنة. فالامينو اسيد في الحالة دي اسمه اكتيفيتد امينو اسيد، انما التي ار ان اي بسميه تشارج التي ار ان اي. انا محتاج انزيم مهم جدا عشان اعمل عملية الاكتيفيشن اوف امينو اسيد، الانزيم ده اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز. وكلمة سنسيتيز هنا معناه ان في انرجي هيحصل لها كونسامبشن، هنستهلك انرجي يا جماعه. طيب نبص مع بعض على الرياكشن، بيقول لك ادي الامينو اسيد وادي التي ار ان اي، اخر التي ار ان اي في 3 داش برايم في سي سي اي، فاكرين الادينوزين ده 3 داش او 3 برايم اند فيها او اتش، هي دي اللي هيمسك فيها الامينو اسيد.
الامينو اسيد لما يقعد يمسك فيها يمسك بالكربوكسيليك جروب، فهتبقى الفري اند بتاعته هي الامينو جروب، وبالتالي البولي بيبتايد تشين لما بتتخلق، احنا عارفين البولي بيبتايد تشين او البروتين ليه ان تيرمينال اللي هي فيها ان اتش 2 وفيها كربوكسيليك جروب او سي او او اتش تيرمينال. اول امينو اسيد بيدخل في تركيب البروتين او في تكوين البروتين هو اللي موجود في الان تيرمينال، هو اللي موجود في الان تيرمينال. طيب بالراحه كده هيجي عندنا الامينو اسايد تي ار ان اي سنسيتيز، هيروح لازق ايه الكربوكسيليك جروب دي في الاو اتش، طبعا هتطلع ميه، بس الميه اللي هتطلع هستخدمها انا لما الاي تي بي هيتكسر الى اي ام بي بلس بي بي اي بايروفوسفين. لما الاي تي بي يا جماعه بيتكسر الى اي ام بي، انا بقول ان انا استهلكت تو هاي انرجي بوند، مش واحده بس، ما اقولش هنا استهلكت اي تي بي واحد، لا ده انا استهلكت تو هاي انرجي بوند، لان الطبيعي في الاي تي بي لما بيتكسر بيتكسر الى اي دي بي بلس ان اورجانيك فوسفيت، انما هنا الاي تي بي اتكسر الى اي ام بي بلس بايروفوسفين، فانا بقول ان انا استهلكت تو هاي انرجي بوند، لان كمان البايروفوسفين دي بتتكسر البوند او الهاي انرجي بوند اللي موجود فيها. المهم طب نرجع لموضوعنا الاهم، الامينو اسيل تي ار ان اي سنسيتيز بيحول الامينو اسيد، بيحمل الامينو اسيد على التي ار ان اي، فالامينو اسيد بيبقى اسمه اكتيفيتد امينو اسيد، التي ار ان اي بيبقى اسمه تشارج تي ار ان اي. النقطة الأهم في موضوعنا إن each amino acid has a specific tRNA، يعني ما حدش يعتقد إن في إنزيم اسمه amino acyl tRNA synthetase هو اللي بيمسك كل الأمينو أسيدز في كل tRNA، لا ده كل أمينو أسيد ليه specific tRNA synthetase، amino acyl tRNA synthetase. الحاجة الثانية الأهم ان الامينو اسايد تي ار ان اي سنسيتيز ده ليه هاي فيديليتي ريت، هاي فيديليتي ريت يعني ايه هاي فيديليتي ريت؟ تقريبا مفيش احتمال، هو مفيش حاجه في يعني سبحان الله، يعني مفيش حاجه اسمها مفيش احتمال للخطا، انما هقول احتماليه الخطا ضئيله جدا ان هو يغلط ويجيب امينو اسيد. هنا هو بيجيب الامينو اسيد ده بناء على ايه؟ بناء على الانتي كودون اللي هو كومبلمنتري مع كودون، فبيقرا هو الانتي كودون ده وبناء عليه بيجيب الامينو اسيد الخاص بالتي ار ان اي ده، احتماليه الخطا ضئيله جدا. ليه هاي فيديليتي ريت؟ الحاجه الثانيه الاهم ليه حاجه اسمها بروف بي ار او او اف ريدنج اكتيفيتي؟ يعني ايه بروف ريدنج اكتيفيتي؟ يعني هو نفسه رغم ان ليه هاي فيديليتي ريت واحتماليه الخطا فيه قليله جدا، هو نفسه بيراجع على القرايه بتاعت نفسه، يعني بعد ما يحط التي ار ان اي يروح يرجع كده يبص، بعد ما يحط سوري الامينو اسيد يروح يرجع يبص تاني على الامينو اسيد والانتي كودون عشان يتاكد ان هو ده الامينو اسيد الخاص بالانتي كودون ده. يبقى الامينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز هو سبيسيفيك لكل امينو اسيد. الحاجه الثانيه ليه تو كاركترز مهمين جدا، ليه هاي فيديليتي ريت معدل امانه عالي جدا، يعني احتماليه الخطا ضئيل جدا. الحاجة الثانية هو بيعمل حاجة اسمها proof reading activity، يعني تصحيح قراءة أو بيعيد تاني بعد ما يحط الأمينو أسيد على التي ار ان اي يرجع يبص تاني بصة كده، هل فعلا الأمينو أسيد ده هو بتاع الأنتي كودون ده؟ لا هو خير وبركة بيفضل كما هو، لا مش هو بيروح شايله ويعيده من أول أو يجيبه الصح مكان. ده معنى كلمة proof reading activity. نبدأ بقى في عملية الانيشيشن. هنا زي ما قلنا هنحتاج البروتين فاكتورز اللي انا قلت عليها، ما دام انا هعمل انيشيشن فانا محتاج انيشيشن فاكتورز، وما دام انا الانيشيشن بتاعتي بتحصل في الايوكاريوتس فانا محتاج حاجه اسمها ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتورز. الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتورز يا جماعه اكتر من 10 فاكتورز، انما احنا هنذكر هنا تقريبا 5 فاكتورز هم اللي ليهم obvious رول واضح جدا في عمليه الانيشيشن اوف بروتين سينس. اول حاجه في الانيشيشن اوف بروتين سينس، خد بالك ان عمليه تخليل البروتين هتتم جوه الريبوسوم، يعني بين اللارج اند سمول ريبوسومال سابيون، فلازم اول حاجه اعملها
قبل ما ابدا تخليق البروتين ان انا افصل اللارج ريبوسومال سابيونت عن السمول ريبوسومال سابيونت. Dissociation of the complete ribosome ATS into large ribosome 60S and small ribosomal subunits. هفصلهم ازاي؟ انا قلت انا محتاج initiation factor صح؟ وقلت في 5 initiation factors اللي الرول بتاعهم هيبقى واضح معانا هنا. اللي بيعمل dissociation of the large ribosomal subunit من ال small ribosomal subunit هو ال initiation factor 1. هو ال initiation factor 1. يعني initiation factor 1 بيمسك مع ال 40S فيفصل ال 60S منه. يجي بقى initiation factor 3 يروح ماسك مع ال 40S عشان يمنع ال re-association to prevent re-association. يبقى تاني initiation factor eukaryotic initiation factor 1 when it binds to the 40S it will dissociate the 60S from 40S. عمل لهم سيباريشن اهو، فصلهم عن بعض، عمل ديسوشيشن. طيب هل لما عمل ديسوشيشن اسكت؟ لا، يجي الانيشيشن فاكتور 3 ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3 يروح ماسك كمان مع ال 40S عشان تو بريفنت ري اسوشيشن، ما يرجعوش يلحموا مع بعض تاني. كويس جدا، انا فصلت. طب وبعدين؟ ابدا بقى استدعي المعازيم بتاعتي، الناس الحاجات اللي هتشارك معايا في عمليه تخليق البروتين. طيب اول حاجه انا هستدعيها، وده في الايوكاريوت يا جماعه، في الايوكاريوت البروكاريوت العمليه مختلفه عن كده، هو اول امينو اسيد او اول تي ار ان اي شايل اول امينو اسيد هيدخل تركيب البروتين. وهنا لازم نحط في دماغنا ان اول امينو اسيد بيدخل في تركيب اي بروتين بيتخلق جوه الجسم هو الميثيونين امينو اسيد، والميثيونين امينو اسيد. خلاص دي القاعدة. بعد ما بيتخلق البروتين بقى، لو الميثيونين امينو اسيد في مكانه الطبيعي اللي هو اول امينو اسيد دخل ده بيظل كما هو، طب مش في مكانه الطبيعي بيتشال. انما اول امينو اسيد بيدخل في تركيب البروتين او تكوين البروتين اللي بيتخلق جوه جسمنا هو الميثيونين امينو اسيد. يعني باختصار انا اول واحد هيجي هيدخل على ال 40 اس اللي انا فصلتها عن ال 60 اس دي هو الميت تي ار ان اي، ميت اختصار ميثيونين، ميت تي ار ان اي. طب هيجي كده لوحده؟ قال لك لا، ده انا عندي الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2 هيساعدني. الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2 هيمسك مع جي تي بي فيعمل حاجه اسمها باينري كومبلكس، كومبلكس ثنائي، ويروح يمسك مع التي ار ان اي اللي شايل الميثيونين اللي هو الميت تي ار ان اي فيعمل ترنري كومبلكس، كومبلكس ثلاثي. الباينري كومبلكس لما مسك مع التي ار ان اي وعمل الترنري كومبلكس يجي يمسك مع ال 40 اس دي، يمسك مع ال 40 اس. لما مسك معها الاس السيفت بير جيونت بتاعتها هتعلى، بدل ما هي تبقى 40 اس هتبقى 43 اس. عشان كده الستيب الثانيه فورميشن اوف 43 اس بري انيشيشن كومبلكس. قلت لي بسرعه انا عندي بعد ما عملت في الاول ديسوشيشن، اللي عمل ديسوشيشن انيشيشن فاكتور 1، فاكتور 3 مسك مع ال 40 اس تو بريفنت ري اسوشيشن، ما يخلهمش يرجعوا يلحموا مع بعض تاني. يجي فاكتور 2 يمسك مع جي تي بي يعمل باينري كومبلكس، يمسك مع الميد تي ار ان اي يعمل ترنري كومبلكس، يروح داخل على ال 40 اس فيزود الاس، يزود اليونت بتاعتها سيفت بيرج يونت بتاعتها من 40 اس الى 43 اس. عشان كده الستيب الثانيه في الانيشيشن او رقم بي في الانيشيشن هي الفورميشن اوف 43 بري انيشيشن كومبلكس. طيب مين تاني من المعازيم باقي يا جماعه؟ تعال نشوف كده. ده اللي باقي من المعازيم ان انا ادخل الام ار ان اي. ايه الحكايه؟ ادي الام ار ان اي يا جماعه، ده اللي هو ال 43 كلها على بعضها 43 اس. ادي الام ار ان اي، يجي فاكتور رقم 4. ما انا فاكتور 1 عمل ديسوشيشن، فاكتور 3 مسك مع ال 40 اس تو بريفنت ري اسوشيشن، فاكتور 2 ساعدني في دخول الميت تي ار ان اي. يجي فاكتور 4 ده ليه اسم تاني اسمه كاب بايندنج بروتين. فاكرين لما قلت لكم ان الكاب يا جماعه بتاع الام ار ان اي ده هيساعدني في عمليه الانيشيشن اوف بروتين سينثيسيس؟ اه جه دور.
فاكتور 4 ده او الانيشيشن فاكتور 4 او اسمه كاب بايندنج بروتين، بيروح ماسك الام ار ان اي من الكاب بتاعه، من شعره بقى، ويجرجره. ايه يجرجره؟ اه فعلا بالمعنى الحرفي للكلمه، هو هيجرجره ويروح حاطه على ال 40 اس. طب هيحطه ازاي؟ هيدخله ما بين الميد تي ار ان اي وال 40 اس، اهو فاكتور 4 جاب الام ار ان اي جرجره من الكاب بتاعه، لان فاكتور 4 ده انيشيشن فاكتور 4 اسمه كاب بايندنج بروتين، هيروح ماسك الام ار ان اي من الكاب بتاعه ويبدا يجرجره يدخله. هيدخله ازاي؟ هيدخله ما بين الميد تي ار ان اي وال السمول رايبوزومال سابيون. هيدخله ازاي يا دكتور خان؟ انت بتقول هيجرجره؟ اه هيجرجره. عارفين ليه طيب؟ احنا عارفين يا جماعه ان اول كودون هيشارك معايا في عمليه تخليل البروتين هو الاي يو جي. اي يو جي. هسال سؤال، هل انت معتقد ان الاي يو جي هو اول ثلاثه نيوكليوتايد في الام ار ان اي؟ لو انت معتقد كده يبقى اعتقادك خاطئ. لا، مش لازم يكون الاي يو جي هو اول ثلاثه نيوكليوتايد هنا، يعني في مجموعه من النيوكليوتايدز موجودين على الفايف داش اند اسمهم 5 داش ان ترانسليتد سيكونس، يعني ده كله ده مش هيحصل له ترانسليشن. امال هعمل ترانسليشن منين يا دكتور خالد؟ من اول الاي يو جي يا جماعه. وبالتالي حكايه جرجارو دي الاسم العلمي بتاعها سكاننج. هو خد بالك لما بيدخل الام ار ان اي على ال 43 بيتحول الى 48. خلينا نقول تاني، كلمه جرجارو الاسم العلمي بتاعها سكاننج. يعني ايه سكاننج يا دكتور خالد؟ بص معايا هنا كده، ادي الميد تي ار ان اي وادي الام ار ان اي اللي انا دخلته. بيبدا فاكتور 4 ده يسحب الام ار ان اي تحت التي ار ان اي، يفضل يسحبه لحد ما الانتي كودون ده يلاقي الكودون بتاعه هو الاي يو جي، لحد ما الانتي كودون يلاقي الكودون بتاعه اللي هو الاي يو جي. يبقى السيكونس اوف نيوكليوتايد اللي موجود على الفايف داش اند ده، عملت له ترانسليشن ولا لا؟ ما عملتلوش ترانسليشن، عشان كده هو اسمه 5 برايم ان ترانسليتد سيكونس. كلام جميل. العمليه اللي انا دخلت بيها دي اسمها سكاننج. اسمها ايه؟ سكاننج. طيب يا دكتور خالد كلامك حلو، احنا دلوقتي فاكتور واحد ده عمل ديسوشيشن، يعني فصل اللارج رايبوزومال سابيونت من السمول رايبوزومال سابيونت. فاكتور 3 منع الري اسوشيشن. فاكتور 2 مسك مع جي تي بي وبعد كده ميد تي ار ان اي وراح جاي هنا. فاكتور 4 ساعدني في دخول الام ار ان اي، العمليه اللي اسمها سكاني. في حاجه تانية انا مستنيها يا دكتور خالد؟ لا مفيش حاجه تاني. يبقى لازم ارجع اللارج رايبوسومال سابيونت تمسك مع السمول رايبوسومال سابيونت. وهترجع ازاي يا دكتور خالد؟ هي لما ترجع هفاجئ ان كل الزيادات دي حصلت جواها، وبالتالي النت ريزلت بتاعها تاني هيبقى اي تي اس، مش هيتغير. يعني احنا في التحولات بتاعتنا او في الحاجات اللي دخلت حولت ال 40 اس الى 43 اس وبعدين 48 اس، انما لما تيجي اللارج رايبوسومال سابيونت تمسك مع ال 48 اس هفاجئ ان الكل اصبح اي تي اس كما كان الاصل بتاعه الاول. تيجي اللارج رايبوسومال سابيونت، تعالي يا لارج رايبوسومال سابيونت ادخلي، وهي داخله هتدخل بمساعدة فاكتور 5. فاكتور 5، فاكتور 5 ده اللي هو داخل ليه حاجة اسمها جي تي بيز اكتيفيتي. هي دخلت اهي كده، وهي داخلة مش قادرة عشان في فاكتور 3 ده اللي هو منع الري اسوشيشن. يجي فاكتور 5 ليه حاجة اسمها جي تي بيز اكتيفيتي، يعني هيكسر الجي تي بي. فلما يكسر الجي تي بي ده تطلع كميه من الانرجي تخلي كل الانيشيشن فاكتورز دول يمشوا، بما فيهم فاكتور 3 اللي كان مانع الري اسوشيشن. يبقى في حاجه كده تمنع الري اسوشيشن؟ الاجابه لا. يجي اللارج رايبوسومال سابيونت تروح داخله ومريحه، ادي الجي تي بي اتكسر الى جي دي بي، طلعت كميه من الطاقه هتمشي كل الانيشيشن فاكتورز، وما دام مشيت كل الانيشيشن فاكتورز هيمشي معاهم انيشيشن فاكتور واحد اللي عمل ديسوشيشن وتلاتة اللي هو كان مانع الري اسوشيشن. تيجي اللارج رايبوسومال سابيونت تروح ماسكه مع السمول رايبوسومال سابيونت، فنعمل حاجه اسمها فورميشن اوف
ATS initiation complex. كل اللي كان فايت ده كان حاجة اسمها pre-initiation complex. كلام جميل يا دكتور خير. لما دخلت اللارج ريبوسومال سبيونت هنا ومسكت وتكون عند الكمبليت ريبوسوم، فوجئنا ان اول امينو اسيد، سوري، ان اللارج ريبوسومال سبيونت دي فيها تو سايتس مهمين جدا، سايت اسمه سايت بي او اختصار ببتدايل سايت، وسايت تاني اسمه اي او اختصار امينو اسيد او امينو اسايل سايت. اول امينو اسيد دخل هيدخل على البي سايت، الميت تي ار ان اي اول امينو اسيد بيدخل على البي سايت. ليه بقى؟ انا لما اقعد اخلق بروتين انا الاي سايت ده اللي هو مجاور تماما جاست ادجيسنت تو جنب البي سايت اللي هو الثلاثة نيوكليوتيد اللي جنبه، في عندي هنا كودون هيستدعي تي ار ان اي شايل امينو اسيد، صح؟ فما ينفعش يبقى الاي سايت ده مشغول، لان هو لو مشغول مين الامينو اسيد الجاي هيدخل فين؟ عشان كده انا سميته امينو اسيد سايت. يبقى اول امينو اسيد دخل او اول تي ار ان اي دخل شايل الميثيونين دخل على البي سايت. بقى الاي سايت دلوقتي ايه؟ فاضي. اي دي اختصار ايجكشن سايت، هقول لكم معناها ايه بعدين. نيجي على الستيب الثانيه اللي هي الالونجيشن، وما دام انا بعمل الالونجيشن يبقى محتاج حاجه اسمها الالونجيشن فاكتورز، وعشان هي في الايوكاريوت هسميها ايوكاريوتك الالونجيشن فاكتور. يعني انا وانا بخلق بروتين انا عايز عدد من الامينو اسيدز، مش عايز امينو اسيد واحد، انا اللي دخل عندي لحد دلوقتي هو واحد بس من الامينو اسيد. الالونجيشن فاكتورز برضو كتار يا جماعه، انا يهمني منهم الاثنين مهمين، فيهم واحد اسمه ايوكاريوتك الالونجيشن فاكتور 1 الفا، والتاني اسمه ايوكاريوتك الالونجيشن فاكتور 2. ايه الحكايه بقى يا دكتور خالد؟ انا عندي الاي سايت هنا فاضي، بيبقى عندي الامينو اسيد متحمل على تي ار ان اي وموجود في السيتوبلازم عادي جدا. يجي الايوكاريوتك الالونجيشن فاكتور 1 ده يروح شايف هنا الكودون هو مين؟ الكودون هو يو اي اي، فيروح يدور على التي ار ان اي اللي الانتي كودون بتاعه كومبلمنتري مع ده، ويروح ماسك معاه ايوكاريوتك الالونجيشن دي اي يا جماعه مش اي، سوري، المفروض ايوكاريوتك الالونجيشن اي فاكتور 1 الفا. طيب يبقى شاف الانتي كودون هنا، سوري، شاف الكودون هنا، فيروح يدور على التي ار ان اي اللي الانتي كودون بتاعه كومبلمنتري مع ده. طب هو التي ار ان اي لوحده؟ لا، ده شايل امينو اسيد اللي هو الامينو اسيد تي ار ان اي، يمسك معاه ويروح مدخله للاي سايت، وهو داخل للاي سايت بيستهلك جي تي بي، بيستهلك جي تي بي. كلام جميل، ادي داخل اهو للاي سايت الانتي كودون هنا كومبلمنتري مع الكودون ده. ايه اللي يحصل بقى؟ اللارج ريبوسومال سابيونت دي يا جماعه احنا قلنا فيها ريبوزومال ار ان اي، واحد من الريبوزومال ار ان اي اللي موجود هنا هو ال 28 اس، هنا فيها ريبوزومال ار ان اي اسمه 28 اس. ايه الحكايه؟ اللارج ريبوزومال سابيونت ده عن طريق ال 28S ده ليه اكتيفيتي، انزيماتيك اكتيفيتي اسمها بيبتيدايل ترانسفيريز. بيبتيدايل دي مجازا بتطلق على الامينو اسيد، مجازا بتطلق على الامينو اسيد. 28S ده بيعمل ايه؟ او البيبتيدايل ترانسفيريز دي اكتيفيتي بتاعت اللارج ريبوزومال سابيونت، ومش اللارج ريبوزومال سابيونت كلها، ده اللي هو ال 28S اللي موجود فيها. يعمل ايه بقى البيبتيدايل ترانسفيريز؟ يروح واخد الميثيونين اللي موجود في التي ار ان اي ده، يروح نقله وممسكه ببيبتايد بوند مع الفينايل الانين ده. اخد الميثيونين اللي هنا مسكه ببيبتايد بوند مع الفينايل الانين ده. كلام جميل، ده معناه ايه يا دكتور خالد؟ معناه ان التي ار ان اي ده اللي موجود في الاي سايد اصبح شايل اثنين امينو اسيد، والبي ار ان اي اللي موجود في البي سايت اصبح فري، مش ماسك حاجه، مش ماسك حاجه. ايه ده؟ لا دي حاجه تاني. لما ده شايل اتنين امينو اسيد وده مش شايل حاجه، يجي الايوكاريوتك الانجويشن فاكتور 2 اللي هو اسمه التاني ترانسلوكيز،
يروح واخد الريبوسوم دي يا جماعه، الريبوسوم كلها خد بالكم ده ثابت ما بيتحركش، الام ار ان اي ده ثابت ما بيتحركش، ياخد الريبوسوم دي كلها يروح محركها 1 كودون في الاتجاه 3، 1 كودون في الاتجاه 3 برايم. فلما دي كلها تتحرك 1 كودون في الاتجاه 3 برايم، اللي هيحصل ان التي ار ان اي اللي شايل 2 امينو اسيد هيجي في البي سايت، وده اللي هو الفري هيجي في الاي سايت اللي هو الايجكشن، يعني هيطردوا بره من الاخر. طيب ده هيطرد بره، اصبح دلوقتي اللي شايل 2 امينو اسيد اللي هو قبل ما تتحرك الريبوسوم كان موجود في الاي، لما اتحركت الريبوسوم 1 كودون سبيس في الاتجاه 3، 1 كودون سبيس في الاتجاه 3، اصبح اللي شايل 2 امينو اسيد موجود في البي سايت، والاي سايت اصبح فاضي صح؟ ما دام اصبح فاضي يبقى انا دلوقتي يجي الايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 1 الفا، يروح جايب التي ار ان اي اللي الانتي كودون بتاعه كومبلمنتري مع الكودون ده ويروح مدخله هنا، صح كده؟ حد يقول لي صح؟ ما خلاص ده طلع، ده خلاص فاضي طلع. فلما يدخل الجديد هنا خد بالك ده هو التي ار ان اي اللي شايل 2 امينو اسيد اللي هم دول، ده الجديد. ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل ان البيبتيدايل ترانسفيريز اكتيفيتي بتاعه اللارج رايبوسومال سبيونت تروح واخده الاثنين امينو اسيد دولت ممسكها في ال1 امينو اسيد ده، ده اصبح فري ما فيش حاجه فاضي. يجي فاكتور 2 يروح عامل ترانسلوكيشن في الاتجاه ده، يمشي في الاتجاه ده 1 كودون سبيس. طب ماشي في الاتجاه ده 1 كودون سبيس، ايه اللي حصل؟ اصبح الاي سايت فاضي والبي سايت هو اللي فيه تي ار ان اي شايل 3. عشان كده يا جماعه انا قلت لكم ده من الاول اسمه بيبتايد سايت او بيبتيدايل سايت. ايه الحكايه؟ لان هو الطبيعي وظيفته الرئيسيه ان هو يشيل التي ار ان اي اللي شايل اكتر من امينو اسيد على ما الامينو اسيد الجديد يجي. انما ما تنساش ان اول تي ار ان اي اللي هو الميد تي ار ان اي دخل على البي سايت وليس الاي سايت. وهكذا تفضل تستمر العمليه دي يا جماعه، تستمر 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 لحد ما اصل في الاخر ان اللي هيظهر في الاي سايت هنا واحد من الستوب كودونز، واحد من الستوب ايه؟ وكلمه ستوب كودون اللي هم اسمهم ترمينيشن كودونز او نونسنس كودون، دي معناها ان هي مش هتستدعي امينو اسيد وانما هتستدعي حاجه اسمها ريليس فاكتور. يبقى لما يظهر في الاي سايت اللي هو ده واحد من السوب كودونز اللي هم كلهم بيبداوا بيو، يو اي جي، يو اي اي، يو جي اي، لو ظهر واحد من دولت ده معناه انه مش هيستدعي امينو اسيد وانما هيتعرف عليه حاجه اسمها ريليس فاكتور. الريليس فاكتور ده يروح مكسر اي تي بي، يعمل هيدروليسيز لاي تي بي، فالهيدروليسيز بتاعت الاي تي بي تطلع كميه كبيره من الانرجي، الكميه الكبيره دي تروح فاصله اللارج رايبوزومال سابيونت عن السمول رايبوزومال سابيونت عن الام ار ان اي وتفصل البولي بيبتايد تشين، وكده تبقى عمليه تخليق البروتين ايه انتهى. ده اللي هو عمليه الترانسليشن اوف بروتين سينثيسيس. طيب هل البروتين الناتج من عمليه الترانسليشن ده يبقى ماتيور بروتين؟ يعني بمجرد ما بيتخلق بيروح يؤدي وظيفه على طول؟ لا، ما انت لازم تحط في اعتبارك ايه؟ ان البروتين ده ممكن يبقى ستراكشرال بروتين يعني بيدخل في تركيب حاجه، انما في نفس الوقت ممكن يبقى فانكشنال بروتين يعني ممكن يبقى هو انزيم، ممكن يبقى هرمون، ممكن يبقى ليه وظائف كتير بيؤدي وظيفه. فهل بمجرد ما البروتين ده بينتج من عمليه الترانسليشن يبقى انا كده خلاص هيروح يؤدي وظيفه؟ الاجابه لا، لازم بيبقى اكسبوزد لحاجه اسمها بوست ترانسليشن موديفيكيشن. بوست ترانسليشن موديفيكيشن، البوست ترانسليشن موديفيكيشن بتشمل حاجه اسمها فاينل فولدنج، ودي بتتم فولدنج يعني ايه؟ ما هو البروتين جوه جسمنا 3 دايمنشنال استراكشر يا جماعه، 3 دايمنشنال استراكشر يعني ثلاثي الابعاد. اللي اتخلق معايا في عمليه الترانسليشن ده لينير، فلازم يحصل فولدنج ويلف حوالين نفسه بطريقه معينه. هتتعرضوا لها ان شاء الله في جزء البروتين كيمستري عشان يقدر يؤدي الوظيفه بتاعته. فبيحصل له فاينل فولدنج، وده في مجموعه من البروتينز يا جماعه لو حصل فولدنج للبروتين اثناء عمليه الترانسليشن
البروتين هيطلع ابنورمال. فاثناء عمليه الترانسليشن في مجموعه من البروتينز اسمها شيبرونز بتمنع عمليه الفولدنج لحد ما تخليه البروتين يخلص وبعدين الفولدنج يحصل عشان يحصل صح زي ما بيقولوا. الحاجه التانيه احيانا بيبقى البروتين طالع، مثلا البروتين ده عباره عن انزيم او هرمون، فبيطلع في صوره ان اكتف فبسميها برو انزيم برو هرمون، او بيبقى اكتف ان هو مش بيتضاف عليه جزء زياده من الامينو اسيد، لا جزئين، في حاجه اسمها بري وحاجه اسمها برو، هناخدها بالتفصيل بعد كده. فعشان يتحول من صوره ان اكتف الى صوره اكتف لازم انا اشيل الاكسترا بيبتايد اللي هي البري او البرو، هتتاخد بالتفصيل يعني مش مجال ان انا اشرحها بالتفصيل هنا يعني. الحاجه اللي بعد كده، في بعض البروتين عباره عن جلايكوبروتينز، يعني بروتين متضاف عليه كربوهيدرات جلوكوز او جلاكتوز او منوز او في بعض البروتين، وده بيتضاف في الاندوبلازم كريتيكولم والجولجي اباريتس اللي هي الجلايكوزليش. في بعض البروتين بيبقى فيه اللايسين مش في صوره لايسين، بيبقى في صوره هيدروكسي لايسين، والبرولين في صوره هيدروكسي برولين، فلازم اعمل هيدروكسيليشن بمساعده الهيدروكسيليز انزيم والفيتامين سي زي في حالات الكولاجين. كل ده بص ترانسليشن موديفيكيشن. في بعض البروتينز عباره عن فوسفوبروتين، والفوسفوريليشن بيحصل مين اللي في الاو اتش بتاعت التيروسين والسيرين والسيرين، برضو الفوسفوريليشن بتتم بوست ترانسليشن. يبقى كل ده هو عباره عن بوست ترانسليشن موديفيكيشنز، في تعديلات، في موديفيكيشنز اكتر من كده. الهدف منها ان انا اتحول الاماتيور بروتين، البروتين اللي لسه طالع يا جماعه، الى ماتيور بروتين هيؤدي وظيفه معينه جوه الجسم، سواء هو ستراكشرال بروتين او فانكشنال بروتين، هيشتغل از انزيم هرمون او وات ايفر الشغله بتاعته هي ايه. كلام جميل. اي ابنورماليتي في عمليه السينسز اوف بروتين معناه ان البروتين مش هيتخلق يا جماعه، وما دام البروتين مش هيتخلق يبقى الوظيفه بتاعته مش هتبقى موجوده، وبالتالي ممكن ينشا منه ديزيز، وفي الغالب بينشا ديزيز معين من ال 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 لو في لو ان ان افكتيف بروتين سينسيس. انما ده طبعا هناخده في الابلكيشن بعد كده بالتفصيل. انما في حاجه طيب مهمه جدا يعني انا عايزكم تاخدوا بالكم منها، اسمها antibiotic inhibition of translation. antibiotic inhibition of translation. معلش، هو اللي انا كاتبه ده كاتبه مين اللي في البروكاريوت، بروكاريوت مش الايوكاريوت. في بعض الانتيبيوتكس يا جماعه او المضادات الحيويه عشان تشتغل وتقتل البكتيريا بتقتلها باختصار، هي البكتيريا دي محتاجه بروتين معين عشان يؤدي وظيفه معينه عشان تو مينتين ذا سيل انتجريتي، عشان يحافظ على الخليه دي او البكتيريا دي عايشه. فلو انا باختصار شديد جدا اديت انتيبيوتيك معين منع الفورميشن او السينسيس بتاع البروتين ده، يساوي على طول ان البروتين ده مش هيتخلق، يساوي على طول ان البكتيريا مش هتقدر تحافظ على نفسها، يساوي على طول ان البكتيريا هيحصل لها ديث، هقتلها. وعشان كده هي دي بتعتبر واحده من الميكانيزمز اوف اكشن اوف انتيبيوتيك. طبعا انا مش كاتب كل الانتيبيوتكس هنا، انما كاتب الموست كومن، يعني موست كومن انتيبيوتكس اللي هي بتشتغل على الليفل بتاع الترانسليشن، فبتمنع الترانسليشن اوف بروتين، فبتقدر تقضي على البكتيريا. واحد زي الكلوران فينوكول، وده واحد من الامثله الشهيره جدا، بيقول لك it bind to the 50S portion and inhibit the formation of peptide bond. ال 50S portion دي هي المقابلة لل 60S هناك في الايوكاريوت. احنا قلنا اللارج ريبوسومال سابيونت ليها بيبتيدايل ترانسفيريز اكتيفيتي، اللي هي بتاخد الامينو اسيد اللي موجود في البي سايت تنقله هنا وتربطهم مع بعض بالبيبتايد بوند. فالكلوران فينوكول بيمنع الاكتيفيتي دي اللي هو البيبتيدايل ترانسفيريز اكتيفيتي، يبقى يعني كده تخلي البروتين واقف، يعني كده البكتيريا تموت. حاجه زي الاريثروميسين بقول بايند تو ذا 50S portion اند بريفنت ترانسلوكيشن او موفمنت اوف ريبوسوم along ذا ام ار ان اي.
مش احنا قلنا بعد ما ده بيتنقل هنا بيجي الترانسلوكيز انزيم بينقل الريبوسوم كلها في الاتجاه 3 برايم؟ هو بقى ده بيجي يمسك مع ال 50 اس دي فبيمنع الحركه، ما دام منع الحركه معناه ان هو وقف عمليه تخليل البروتين. يبقى ده بيشتغل في مرحله الالونجيشن. وما دام منع تخليل البروتين معناها ان البروتين اللي بيؤدي وظيفه مهمه للبكتيريا مش موجود، معناه ان البكتيريا هتموت. معلش انا بشرح بطريقه مبسطه كده عشان المعلومه تلزق في دماغكم، يعني مش محتاجه تعقيد ولا حاجه. طيب انا عشان يدخل تي ار ان اي جديد المفروض ان الاي سايت ده يبقى فاضي. في انتبيوتيك اسمه تترا سايكل غلس جدا برضه، ماله ده؟ ده بيجي يعمل نفسه بيحشر نفسه في الاي سايت، يعني اول ما يلاقي الاي سايت بتاع البكتيريا ده الريبوسوم بتاع البكتيريا فضي هو يجي يحشر نفسه في الاي سايت. فما دام ده حشر نفسه في الاي سايت، هل الاي سايت دلوقتي فاضي؟ يعني هيقدر يستدعي امينو اسيد شايل تي ار ان اي شايل امينو اسيد؟ الاجابه لا. يعني كده عمليه تخليل البروتين وقفت برضه. في حاجه زي الستريبتومايسين ده برضه بيغير الشكل بتاع السمول ريبوسومال سب يونت، وبالتالي بيوقف عمليه تخليل البروتين. انا عايز اوصل لايه؟ معلش هي السلايد الاخيره دي احنا شرحنا الانتيبيوتيك انهيبيشن اوف ترانسليشن، شرحناها على البروكاريوت لان هي باي ديفينيشن كلمه انتيبيوتيك معناها حاجه هتقتل بكتيريا، يعني فلازم تشرح في البروكاريوت. احنا المحاضره بتاعتنا النهارده اتكلمنا فيها عن الجزء الثاني من الجين اكسبريشن اللي هو الجينيتك كودون، وشرحنا الكاركترز بتاعته يعني ايه جينيتك كودون، وازاي نقرا التيبل، وازاي لما يدينا سيكونس اوف نيتروجينس بيزس على الام ار ان اي ازاي انا احولها الى امينو اسيدز، وهتفيدنا الكلام ده، ركزوا فيه جدا عشان هيفيدنا في انتربريتيشن اوف ميوتيشن. يعني انا هدي لك سيكونس اوف نيوكليوتايد فانت هتجيب لي الامينو اسيدز بتاعته، هدي لك سيكونس تاني فانت هتجيب هو نفس السيكونس ده بس هيبقى متغير شويه يعني، فانت هتجيب الامينو اسيدز اللي طالعه منها، فهتبص على الامينو اسيدز اللي موجوده هنا والامينو اسيدز اللي موجوده هنا، لقيتهم زي بعض يبقى رغم التغيير جابت نفس الامينو اسيد، فهسميها سايلنت ميوتيشن. لقيتهم متغيرين هبدا اقول هل هي نون سنس ولا مش عارف ميس سنس ميوتيشن او. فان انا اتعرف على التيبل وان انا اتعامل معاه ازاي وان انا اعرف اقراه ازاي واترجمه ازاي حاجه مهمه جدا. وقلنا الكاركترز بتاعت الجينيتك كودون، وبعد كده دخلنا في البروسيس الاساسيه بتاعت المحاضره بتاعتنا النهارده اللي هي الترانسليشن بروسيس او البروتين سينثيسز، وشرحنا فيها ايه هي الريكويرمنت المتطلبه، وبعدين شرحنا ازاي الامينو اسيد بعمل له اكتيفيشن، وبعدين شرحنا 3 ستيبس اوف اكتيفيشن 3 ستيبس اوف سوري 3 ستيبس اوف بروتين سينثيسز اللي هو الانيشيشن بالتفصيل والالونجيشن وبعدين الترمينيشن، وبعدين اخر حاجه شرحنا الانتيبيوتيك انهيبيشن اوف ترانسليشن. اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. دكتور خالد مهني، السلام عليكم ورحمه الله.